بيكو مرة تانية والفقرة الحوارية النهاردة والحديث عن البطولة العربية للكرة الطائرة اللي مشارك فيها النادي الأهلي في مصر بتقام على صالة استاد القاهرة. أكيد حديث لازم يكون موجود معنا عالم من أعلام الكرة الطائرة في مصر ونجم كبير في النادي الأهلي ومديرا فني النادي الأهلي وأخيرا رئيس الاتحاد المصري السابق للكرة الطائرة. معانا الدكتور فؤاد عبد السلام. دكتور فؤاد بنرحب بحضرتك، منورنا ومشرفنا وبتسعدنا بآرائك الكتيرة جدا. الله يحفظك ويخليك كابتن، وأنا اللي سعيد في بيتي وفي قناة النادي الأهلي، وده شرف لي أنا. أكيد يا كابتن، يعني دي حاجة بتسعدنا جدا أن تكون معانا النهاردة. بدأت البطولة العربية، مش هنتكلم على اللي فات في الطائرة، لكن بنتكلم النهاردة على البطولة العربية. مشاركة أندية كثيرة، المحفل العربي، كل العرب بيشاركوا جوه أرض مصر. ده شرف لينا طبعا أن نبقى مكان بنجمع فيه كل الإخوة العرب. البطولة دي هي تاني بطولة من حيث القوة بعد البطولة الأفريقية للأندية، فبتيجي البطولة العربية. البطولة العربية في السنوات الأخيرة يا كابتن خالد زادت قوتها بوجود مجموعة من المحترفين بتبقى موجودة معاها، والدوريات العربية ارتفع مستواها حقيقة. هو كمان لو أندية الشمال يعني تونس والجزائر والمغرب كانوا موجودين مع أساسا ليبيا موجودة، بتديها رونق كبير جدا. وكمان في فرقتين على مستوى الخليج اعتذروا أو انسحبوا في آخر لحظة، الأهلي السعودي والهلال السعودي، من أيام بسيطة جدا، أعتقد لظروف إصابة يعني خارجة عن إرادتهم. فالاتنين بيحبوا ينافسوا على البطولة ويجوا. يعني دكتور بكلمك بصراحة شديدة، عدم تواجد شمال افريقيا ده شيء يعني اكيد ليه مردود، يعني بيحضروا البطوله الافريقيه مثلا الانديه، اكيد بيحضروا منتخبهم لبطوله العالم اللي بطوله البطولات الاولمبيه او الدوره الاولمبيه بالذات في تونس. في تونس طبعا، عشان كده ما جوش، ولا الموضوع هم بالعكس انا شايف هم اكثر المشاركات كانت تونس استضافت البطوله دي 10 مرات يعني. هو السببين يعني يمكن ان البطوله دي مكلفه مع الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها الاتحادات دي. بالظبط، الاقامه يعني اغلى شويه او ضعف البطوله الافريقيه، وهم بالنسبه لهم البطوله الافريقيه بتعتبر برضو في المرتبه الاولى، والبطوله العربيه في المرتبه الثانيه. لكن البطوله العربيه قوانينها ولوائحها ومستواها انا في اعتقادي بقى دلوقتي اعلى من البطوله الافريقيه، لان الاجانب معظم البلاد هتلاقي ليبيا معاها اجانب، هتلاقي قطر معاها اجانب، البحرين معاها اجانب، مصر الاهلي والزمالك معاهم اجانب، فبتديها قوه طبعا. اكيد لو دخلنا بقى في اجواء البطوله، النادي الاهلي بيلعب فيه مجموعه دلوقتي 17 نادي، اربع مجموعات. شايف ان المجموعات 4-5-5-3، ليه المجموعه الرابعه لو كلمنا على كازما الكويتي البشمارك العراقي سنجل الف، ما هم دول اللي كان فيهم الفرقتين السعوديه، السعوديه بقوا هيبقوا خمسه. طب ليه ما تغيرتش القرعه؟ لا هنا بقى دوت ما بيتلعبش، انما هيقع عليهم جزاء مما لا شك فيه، ايقاف سنتين وغرامه ماليه على طول. يعني دوت الاتحاد العربي قوانينه صارمه، لان الجدول اتحط مش ممكن بعد القرعه ما اتعملت ان يتلعب فيه. فدي من المميزات الكويسه يعني في الاتحاد العربي. النادي الاهلي لعيبته بتشارك في كم بطولات ما شاء الله، لعيبه النادي الاهلي بالاخص، افريقيا الاول مع منتخب، بعد كده كاس العالم، بعد كده افريقيا، بعد كده بطوله دوري، وكمان بطولة عربية، بطولة أفريقية، كأس مصر. سبع بطولات في السيزون، وجهة نظر صعبة شوية. لا هي ده قدر النادي الأهلي يا كابتن خالد. بالظبط. إن النادي الأهلي هو العلامة المميزة في جمهورية مصر العربية اللي بيتحمل، وبعدين عنده زي الكورة، عنده زي كل فرقه الأساسي والاحتياطي مستواهم قريب جدا من بعض. ما تقدرش تقول ولا يمكن المنتخب يقدر يعني يستغنى عن حد، ولو حد أصيب ما بيأثرش في الأهلي بس، بيأثر كمان في المنتخب أكيد. فالحقيقة إن النادي الأهلي
ومعانا نادي الزمالك برضه لازم طبعًا نديله حقه طبعًا. هما الاثنين القوام الرئيسي للمنتخبات الوطنيه في الكره الطايره رجال منتخبات وسيدات بصفه عامه بصراحه عشان بس يبقى انا بتكلم على الكره الطايره بالظبط رجال وسيدات حضرتك يعني مش بس الرجال احنا الاثنين دول اساسهم الناديين الكبار دول اللي هما بيصرفوا وبيتحملوا وبيدعموا المنتخبات الوطنيه بتاعتنا. لو دخلنا في اجواء البطوله رأي بيقول الشباب يلعبوا، رأي بيقول الخبرات يلعبوا، لو انت مكان كابتن بيدو بصراحة ممكن تعمل ايه؟ والله انا هلعب بالدرجه الاولى لسببين. اتفضل. هو الفرقه بعد ما رجعت من المنتخب يا كابتن خالد مع الاسف ان هو احنا خسرنا 5 بطولات ورا بعض، ودي اثرت جامد جدا على نجومنا. دي حقيقة نفسيا، لأن هو مربى آخر واحدة صعبة صراحة. لا لا، الخمسة أصعب من بعض يعني. واحدة الأولانية تونس برضو خدتنا هنا 3-0 أو 3-1 سنة 2016 وقال لك ده فؤاد عبد السلام ما عدش الفرقة كويس. أنا كنت سبت الفرقة ماشي، مش طب فؤاد مشي. اللي بعديها نخسر بطولة أفريقيا الأمم الأفريقية في تونس ونطلع الرابع ماشي. اللي بعديها نخسر في بطولة الألعاب الأفريقية في المغرب ونطلع تالت ماشي. بعدين نخسر من تونس كمان في كأس العالم، كان كتير جدا. بعد كده أفريقيا بقى المؤهلة الأول، استنوا على الجهاز الفني كتير قوي قوي قوي. فدول اللي هم جينا في الأخرانية دهيت دي قطمت وسطنا بصراحة شديدة. هنخلينا هنخش على النادي الاهلي لاعب. انا حاسس ان كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله نجوم النادي الاهلي بصفه خاصه كانوا داخل هذه البطوله، حاسس ان هم يعني مش هم النجوم اللي احنا عارفينهم. مش حضرتك يعني. ده انت جوم مصر، وانت اساسا انا مش مذيع حضرتك يعني. انت سنين طويله معاك كابتن طلعت شيطة، معاك كابتن حسن مصطفى، معاك المدير الفني الاجنبي طبعا اللي هو الالماني اللي جالكوا ده طبعا. المدير الفني زي بكره الماتش هو معاه العصايه السحريه، هو البيك بون، هو العمود الفقري اللي بيظبط اللعيبه وبيأدي الواجبات ويوزع المهام ويختار اللي بيشاركوا فين. احنا ما كناش جاهزين في الحته دي. النقطه دي احنا بنعاني منها. ليه انت سؤال حضرتك ان ميدو ما اختارش الشباب يلعبوا في البطوله دي بالظبط؟ دي اللي هو لا لا لا، مشاركه بالشباب يعني. في اراء في الطايره بتقول ان الشباب هم اللي يشاركوا البطوله سهله، في ناس تقول لا عايزين الخبرات هي اللي تلعب. بس هي دي البطوله دي ما هيش سهله كويس، لكن مش قويه بقوه اللي هو وجود تونس والجزائر، فهي أكيد. اقل. هو محتاج دلوقتي سيكولوجيا يعني مربع العمليات بدني، اعداد بدني ومهاري وخططي واعداد نفسي. لو قدر ان هو يكسب البطوله دي هيرجع الثقه للاولاد، هيدخل بعديها على البطوله الافريقيه وكاس مصر وهم واقفين. هو حاجتين عكسه. كابتن ميدو مصلحي ابنك طبعا يعني اكيد انت عارف الموضوع بيتعامل معاه ازاي. انا كنت معاهم في تونس كمان كنت معاهم في السعوديه وراجع معاهم وشايف هو بيعاني قد ايه انه يرجع اللعيبه في المود اللي هو يتحطوا فيه. حاجتين، الكيرف كان نازل من سبب المشاركات وعدم الجاهزيه، والناحيه الثانيه الاصابات. اصابات كانت كتير قوي عند الاهلي. عنده بصراحه، عنده قطب كان مصاب، عنده عبو كان مصاب، عنده اسمه ايه دوت منعم يعني. ففي عناصر اساسيه اثرت على النادي وعلى المنتخب. فهو الحته دهيت هم كلهم بيتشافوا دلوقتي الحمد لله. عنده عبد اللطيف كان مصاب في السمانه قادر كمان. هو كابتن ميدو قادر بصراحه شديده. فهو دلوقتي الاولاد داخلين البطوله دي هتفوقهم، وميدو محتاجها جدا خصوصا انها بتقام في جمهوريه مصر العربيه. حلو قوي. بدل البطوله دي هتفوقهم يبقى نخش على مجموعات، بس هنجيب مجموعات بالعكس، هنخلي مجموعه النادي الاهلي للاخر. اتفضل يا بيه. شايف النادي الاهلي مين بينافس معاها هذه البطوله بصراحه شديده؟ ثلاث انديه الزمالك المصري، وانا متوقع ان هيكون الفاينل، وده اللي انا بتمناه ما بين الاهلي والزمالك. كويس. ده مصر كويس. مين تاني يخش من الدول العربيه؟ العربي القطري بوجود محترفين اكيد، او الاهلي البحريني. دول
يعني من اكبر اربعه مرشحين يكونوا في المربع الذهبي. في المربع الذهبي. لو بدانا المربع عشان يوصلوا المربع الذهبي، المجموعه الرابعه بتضم كازما الكويتي، البشمركه العراقي، وسنجل الفلسطيني بانسحاب نادي الاهلي والهلال. الاهلي والهلال السعودي. شايف مين المجموعه دي وممكن خلاص هي ترتبت حضرتك؟ النهارده كان في ماتش ما بين كازما والبشمركه وهم الاقوى. هم دول اللي هيطلعوا اول وتاني على طول. لان البشمركه كسبت سنجل الفلسطيني. تمام. فبعد كده كازما والبشمركه على اول وتاني. خلص الموضوع. خلص ده هنا المجموعه دي خلصت. خلص المجموعه. طب نروح للمجموعه الثالثه. الزمالك، نادي الزمالك المصري، ووادي موسى الاردني، بنياس الاماراتي، وكمان غازي الجنوب العراقي، والسلام العماني. شايف المجموعه ازاي يا دكتور؟ انا في اعتقادي الزمالك اول مجموعه. تمام. والزمالك كمان جاب لعيب اعتقد كوبي زياده ومعاه بنياس، اضافه للبطوله العربيه ولا اضافه على بطوله الدوري؟ الاثنين بيلعبوا الاثنين. تمام. كويس. بنياس الاماراتي بيقوده كابتن محمد لقاني، وده يعني مدربين المميزين جدا. ومعاه الزمالك المصري. الزمالك اعتقد ان هو عايش في افضل حالاته. ونقول ليه الزمالك كسب الاهلي؟ يعني دي برضه لجمهور النادي الاهلي، هناخدها في سكتنا واحنا ماشيين علشان ما نظلمش الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. هنتكلم عليها، نقطه مهمه جدا، هسيبها في اسئلتي لوقت مهم نتكلم فيها. تمام. فدي الزمالك المصري وبنياس. وانت شايف من وجهه نظرك الزمالك المصري وبنياس الاماراتي اعتقد اول وتاني. اول وتاني. نروح للمجموعه الثانيه، الاهلي البحريني والهلال الليبي، خدمات جباليا الفلسطيني، شباب الاهلي الاماراتي، والعربي القطري. هم بيلعبوا دلوقتي كان 1-1 وطحن. مين اللي هو الاهلي البحريني والعربي الكويتي والعربي القطري. والعربي القطري انا اسف. كويس. دول هم بيلعبوا دلوقتي الماتش. اعتقد ان الاثنين دول هيبقى اول وتاني. اللي يكسب النهارده هيبقى، لان هو الجيم الاولاني العربي كسبه، الجيم الثاني البحرين كسبه، الجيم الثالث كنت سايبهم 9-5 للبحرين. تمام. نروح بقى للمجموعه المهمه، مجموعه الاهلي. شايف المجموعه قويه بالنسبه للنادي الاهلي ولا مجموعه سهله يقدر يعني اللعيبه تستعيد كل حاجه قلته قبل كده؟ لا انا شايف ان المجموعه طبعا سايب العماني، اساريا الليبي، وخبيل اليمني. هو الاهلي كسب سايب النهارده. كسب سايب العماني، نزل بكره اساريا وبعده خبيل العماني. هو الاهلي هيتربى على المجموعه دي. هيبقى المنافسة ما بين أساريا والسيب العماني على المركز الثاني. على المركز الثاني؟ مش قلقان من ماتش الأهلي بكرة في الأهلي وأساريا الليبي؟ ما هو لا 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 مش قلقان أنا. لا الأهلي ما ينفعش. يعني الخبرات وال معاه والناشئين اللي طالعين وكله، لا الكفه ترجح كفه النادي الأهلي. أكيد بترجح كفه النادي الأهلي، بس إصابة عبد اللطيف عثمان الإصابة تعمل دروب؟ لا ولا ما تعملش دروب، لان عنده عادل ان شاء الله هيحل محله يلعب، وهو اساسا عادل من اللعيبه الاساسيين يعني. عادل وعبد الرحمن الحسيني. لو رحنا لقائمه النادي الاهلي يا كابتن دكتور فؤاد، احمد صلاح واحمد قطب مركز اثنين، شايف النادي الاهلي والمعد كابتن عبد الله عبد الحسين كابتن الفريق، وكابتن حسام يوسف، كمان معانا عبد الحليم عبو ومحمد عادل، عبد الرحمن سعودي مركز ثلاثه، مركز اربعه احمد سعيد، محمد عبد المنعم، محمود رؤوف، والكندي جيسون ديركو، واحمد عبد العال، ليبروهات، محمد معوض، محمد رمضان. تشكيله النادي الاهلي ما شاء الله مكتظه بالنجوم زي الكوره. يعني المدرب بيحتار حضرتك اما بيجي يختار. يعني هو ميدو لما بيجي يرتبهم بقى ساعه الجد، لا معاه كل الادوات اللي هي تؤهله للوصول حتى بدون جيسون الكندي. نجوم. بيختار كابتن ميدو فعلا مسرحي وهو بيختار الفرقه بتاعته. لو الفرقه سليمه حضرتك. يعني ربنا يبعد عنهم شر الاصابات. لا يحتار طبعا. يحتار ويبذل مجهود، ولازم اللعيبه تتنافس جامد جدا جدا. وهم في السعوديه لعبوا ماتشين مع نادي الوحده. مع نادي الوحده. الماتش الاولاني كانوا طلعوا على المدينه ورجعوا وعملوا عمره، كانوا تعبانين جدا، كسبوه 3-2، كانوا كسبانين 2-0 وتعادلوا وكسبوا الجيم الخامس. كويس. الماتش اللي هو الاخراني تريننج ماتش كان كويس قوي. ميدو ابتدى بصانع الالعاب حسام يوسف. حسام يوسف. تمام.
لو تشوف بعد لما جه نزل عبد الله عبد السلام تقول عبد الله عبد السلام ابن 18 سنه موت نفسه وكانوا ارتاحوا منافسه شريفه داخل ارض الملعب. هو دوت اللي بيخلق النجوم. حضرتك وانت بتلعب ما دام في جول كيبر معاك فانت بتنزل، والزمالك كان بيتالق اظن في الحراس المرمى ان كان عنده ايمن صلاح وعنده اسمه ايه التاني ده، مين فيهم؟ ايمن صلاح ومين الجون التاني؟ الروبي. الروبي وحماده النقيب كان حماده النقيب كانت منافسه شريفه. المنافسه اللي بينزل فعلا بيثبت نفسه. النادي الاهلي فيه هذا الكلام، محمود رؤوف في مركز اربعه، في معاهم احمد سعيد بقى ضايع احسن ضرب في افريقيا، يعني الموضوع مختلف. الولد الحسيني اللي طالع ده ده نجم واعد جدا حضرتك. ولو اخد فرصه يعني ميدو مستني عليه لان اللي معاه اكبر منه بكتير. بس ده ولد بروميسنج جدا يعني. عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، يوسف مرجان، بالظبط. اعتقد دول الثلاثه اللي واضحين في الصوره دلوقتي ان هم يقدروا يلعبوا، لان هم لعبوا اوريدي مع فريق النادي الاهلي في مباراه الدوري. طالعين يعني دول مهددين جدا للاسماء الكبيره. وميدو بيديهم في مش مهددين، مش مهددين، مكملين مكملين, مكملين. بالظبط. بس هو ميدو يعني بيستخدمه في الماتشات حضرتك اللي هي ساعات ما بتبقاش متذاعه، لكن للمتابع لا. ودول اللي هم بنتكلم في الاحلال والتجديد، اللي هم فعلا بيحلوا وبيتجددوا مكان لما صلاح هيبطل او عبد الله عبد السلام هيبطل او عبد اللطيف عثمان، يعني دول اللي هم من الكبار. فالاهلي عنده كبار وصغار. ثقه جماهير الاهلي في فريق الكره الطايره رجال او سيدات في النادي الاهلي ثقه بلا حدود. بالظبط. خسرنا خساره مفاجاه من نادي الزمالك، عايز حضرتك تقول لي ايه الاسباب، شفتها ازاي الخساره دي؟ والله انا اتمنى انك تصدقني. اكيد هصدقك كابتن، يعني لان حضرتك رياضي وليس مذيع. نتعامل مع متأكد. بعض اللي انت بتبنيه في 6 شهور لما بتيجي تتمرن الصبح وبعد الظهر وتتمرن بدني وتتمرن مهاري كل ده لو محطوط له البرنامج مظبوط فانت بتدخل على البطولات وانت في التوب فور. مظبوط. لو انا بدخل 3-4 بطولات ورا بعض والفرقه نازله 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 وبعدين تروح الانديه، ميدو ما معهوش عصايه سحريه حضرتك، ما معهوش عصايه سحريه، ما يقدرش يطلع بيهم في اسبوع ولا في اسبوعين. عايز على الاقل نص الفتره الزمنيه دي يجهز اللعيبه فيهم. ليه سالتني السؤال الجميل، البطوله دي يلعبها الكبار ولا الشباب؟ قلت لك الكبار عشان يرجعوا ياخدوا الثقة في نفسهم ويرجع اللعيبة كما كان. ليه الناس بتقول لو حاك وتقول الثقة في نفسهم دي، الناس بتقول لعيبة كبار دي عندها خبرات؟ أنا طبعا أنا عارف الأسباب أكيد، وأكيد حاجة زي ما قلت أنا جوه الرياضة من زمن بعيد، لكن أكيد أنا السؤال لازم أسأله لك. الناس بتقول ليه رجع الثقة؟ ليه دي لعيبة خبرات؟ ليه 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 ليه؟ ما عندهمش، الناس ما عندهاش اللي هي تقدر تستنى شوية عليها. يا فندم اللعيبة الخبرات لازم برنامج يتحط لهم يكون مقنن. بالزبط. ويكون عندنا قياسات. احنا الاتحاد وفر اوبريتور واحد محلل، جاب واحد اجنبي للاعداد البدن، المدير الفني اللي موجود اجنبي، عندنا الثلاثه دول، ومع ذلك احنا بنلعب الشوط الاولاني ممتاز جدا والفرقه بتبقى نازل نازل نازل، وده كان باين قوي في بطوله العالم حضرتك. بالظبط. اللي منتخب مصر اول ماتشين رحنا في اتجاه نزلنا بعد كده على طول، وبعدين بتلعب اول شوط وبعدين تنزل. فواضح ان الناحيه البدنيه مش مكتمله عندنا، علشان المدرب يرجعها اديله الوقت بتاعه. ده له عيب ميدو ولا عيب النادي، ده عيب زمن محتاج فتره زمنيه يوقفها على رجليها. احنا مرينا بكره القدم بامثله واضحه جدا في كل الالعاب، في كل الالعاب لغايه لما فرقه بتدخل في المود وتبدا بقى تنظم اوراقها وتنظم برامجها هتنطلق على طول على طول. اكيد انا بس في حاجه مهمه بقولها لكل الناس، فريق الكره الطايره او فرق النادي بصفه عامه احنا لا نهاجم فرق النادي، بالعكس احنا بندعم فرق النادي، بس اكيد لما حصل فيه خساره اكيد كان لازم يكون ليها اسباب. وجهه نظري الشخصيه بحته فعلا، انا مش مذيع لكن كرياضي فعلا اللعيبه دي اتحملت كتير ضغوط كثيره جدا 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 في المرحله اللي فاتت، ادى الى خساره مباراه، وخساره مباراه ليست النهايه بل بالعكس هي بدايه وانطلاقه قويه جدا في المرحله اللي جايه باذن الله. في نقطه بقى اتفضل. عشان اختم بيها النقطه دي اتفضل سيادتك،
اكتر اتنين اتأثروا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، وغالبا عبه قيس عبد الحليم، لان هم اكبر لعيبة بيفكروا ان احنا مش هنلحق الاولمبيات اللي جاية نقدر ان احنا نلعبها. دي شرخ نفسي جامد جدا يا كابتن، شرخ نفسي جامد جدا جدا جدا. ده لازم الجمهور يعرفه ان اللعيب متاثر جدا، ان هو في حياته لعب مثلا، هم لعبوا الاولمبيات اللي فاتت، فكان بدل ما يلعب اولمبيات لعب اثنين، ده تاريخ اللعيبه، فده حاجه مهمه جدا يعني. فدي كون ان هو اتحرم منها والدفعه دي خدوها التوانسه مننا، وهم عارفين ان هم اوريدي اكفأ. يعني احنا الدوره اللي فاتت رايحين بفرقتين، رايحين بالبنات بيتش ورايحين بفريق الدرجه الاولى، فالمره دي صعب، واخدينها كمان من الكونغو برازافيل، يعني ما كناش واخدينها من مصر. الحته ده هي من بره مصر، من بره مصر. وكان معالي الوزير على التليفون اول باول معانا، لان كان المباراه مميزه، واخدينها من تونس. وبعدين كل البطولات الافريقيه في المراحل السنيه كنا كسبينها. الموضوع ده اللعيبه دول اكتر لعيبه في جمهوريه مصر العربيه اتاثروا، وانا كنت حاسس بيهم جامد جدا يعني. فكلمت مع ميدو الحقيقه واحنا في السعوديه، قلت له اصبر والبطوله دي ان شاء الله ترجع لك اللعيبه زي ما كانوا، ومصر تقدر المنتخب يستفيد بيهم ويرجعوا في البطولات القادمه باذن الله. يا رب باذن الله، نتمنى ده، واتمنى في منتخبات مصر والانديه، بص والنادي الاهلي بالاخص طبعا، نتمنى له التوفيق في المرحله الجايه. نجوم الكره الطايره، نجوم من ذهب، نجوم حفروا في تاريخ او اسم او تاريخ النادي الاهلي في بطولات الكره الطايره، حفروا اسمائهم من ذهب. الجيل الحالي جيل، مش هقول جيل مختلف، بس الكره الطايره دائما وابدا ليها طابع خاص ورونق خاص في النادي الاهلي. بطولات عربيه ما شاء الله، وبطولات افريقيه، وبطولات محليه، الموضوع مختلف جوه اسره الكره الطايره. ليه يا دكتور؟ بصراحه بالذات في النادي الاهلي هقول لك ليه. فرقه مختلفه عن الهاندبول والباسكت بصراحه، لان الفرقه دي من سنين طويله، يعني من واحنا بنلعب ومن قبل ما احنا بنلعب، عشان كده سالتك سؤال، التاريخ كله معاك. الفرقه اللي هم طالعين صغيرين، لما تشوف الحسيني وعبد الرحمن سعودي والفرق ومرجان ومعاهم صافي والصافي، شوف بقى احمد بيعاملهم ازاي وعبد الله بيعاملهم ازاي، لما بيجوا ينزلوا بيبقوا شايلينهم من على الارض شيل، الدفعات بتيجي من زمايلهم، ما بيجيش يقول لك ده هياخد مكاني. شوف الحته دهيت. بس الهاندبول والباسكت مختلفين شويه، يعني انت جبت حته مهمه بصراحه، يعني هنا بيخلصوا على بعض. هنا دول بيرحبوا بدول وبعدين بيدوهم الفرصه، حضرتك بيدوهم الفرصه وبيبقوا سعداء بيهم. يعني لما بشوف عبد الله عبد السلام وهو بيوجه مرجان، اما بشوف بقى حسام يوسف وهو قيمه وقامه كبيره جدا، دكتور بصراحة. دكتور وقاعد احتياطي لعبد الله عبد السلام، وفي التايم اوت بيروح يكلمه، الكلام ده بنشوفه في الفرق العالميه. ازاي بيبقى اللعيب محروق وعايز زميله، دي ميزه النادي الاهلي، اللي هو الصغير الكبير بياخد بايده. اكيد هي دي عشان استمرار البطولات والنجاحات، يعني ما بيقولش ده واخد مكاني لا خالص، او بيطفشه. ادي سر التفوق، ده سر التفوق اكيد في الكره الطايره، وسر التفوق في النادي الاهلي دي حاجه خطر. من وجهه نظر الدكتور فؤاد عبد السلام، مين ممكن يكون الحصان الاسود في البطوله دي اللي بتراهن عليه في داخل الانديه دي كلها؟ هل ممكن نشوف نادي يطلع من جوه 17 يروح للفاينل او يوصل للبطوله غير الاربع اسماء اللي حضرتك قلت عليهم، ولا شايف من وجهه نظرك المستويات الفنيه بعيده؟ لا، الفنيات هم الاربعه دول اللي هم جاهزين، الباقي هيبقى فيه مشاكسات، ان المدرب بيجرب فرقه وبيطلع، ممكن يعني الاهلي خسر من السيب العماني شوط، اكيد ميدو كان يعني بيجرب برضو اللعيبه، وداخل واحده واحده على المجموعه بتخدمه عشان يوصل للدور اللي بعديه. نفس الكلام بيحصل في الزمالك، يحصل ما يحصلش في قطر ولا يحصل في البحرين، لان دول اساسي والاحتياطي اقل. قصد حضرتك ان هنا اساسي اساسي واحتياطي، لكن احنا عندنا ال 12 اساسي بالظبط، ده المختلف. اكيد ده اختلاف، واللي في المدرج زيهم كمان، اللي هيطلع بره ال 12 واللي بيتفرج عليهم كمان. دكتور، المحترفين بيفرقوا جوه الالعاب، يعني وجود لاعب او اتنين محترف داخل هذه البطولات بيفرق. هل ممكن المحترفين يقلبوا الترتيب اللي حضرتك بتقول عليه او الشكل اللي حضرتك بتقول عليه، ولا برضه
هم نفس. لا هو بيقلبه، بس لما يكون جايب محترف دافع فيه جامد جدا سيادتك، ويكون عنده خبرة عالية انه يقدر انه يرجح كافة فريقه. لعيب اوبزيت يعني مناظر للمعد زي احمد صلاح يقدر يخلص. تمام. لكن اللي هم بيلعبوا في البطولة العربية ما همش من الفيرست كلاس. مش الفيرست كلاس. هتدخلني على الدوري المصري ونتكلم مع المحترفين. اضافوا للدوري المصري ولا ما اضافوش للدوري المصري؟ بصراحة شديدة. لا ما اضافوش. طبعا انا مش شايف ولا واحد اضاف حاجة. لا بتاع النادي الاهلي اساسا ده كان بيلعب ليبرو في في كندا. ولا بتاع الزمالك، دليل ان هو غيره عمل استبدال. يعني هو اساسا ما كانش مقتنع بيه. ولما الاولاد بتوع الزمالك الصغيرين الدكتور حسام اعتمد عليهم اجادوا. ليه حسام ظهر بمظهر محترف؟ لان العدد كان قليل قوي من لعيبه الزمالك اللي في المنتخب. فاللعيبه كلها معاه اخذت الجزء البدني والمهاري والخططي وقدر يقعدوا معاه فتره طويله. عكس ميدو ما كانش معاه غير المصابين عبه ومنعم واللي هم الاولاد اللي طالعين اللي انا قلت لحضرتك عليهم من تحت. فكان في 10 في المنتخب من النادي الاهلي. ترتيب مباريات النادي الاهلي، خبيل سيب العماني، اساريا، خبيل اليمني، الترتيب ده ترتيب يتناسب مع الطلوع بالمستوى الفني ولا شايف حضرتك ان اساريا الليبي كان يجي اخر ماتش احسن بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا مش شرط، مش هتفرق كتير. انا عارف ان الفرقه الليبيه فرقه قويه المفروض بالمحترفين يعني هو، لكن برضه ما كانوا عايزين عبد الرحمن الحسيني اساريا الليبي. ما هو اساسا احنا اعلى بكتير قوي منهم. بكتير قوي يعني سيادتك. يعني عايزين عبد الرحمن الحسيني تحت 18 سنه. بس انت قلت لي عبد الرحمن الحسيني ده طلع ما شاء الله طالع يعني. وانا لو انا من كابتن ميدو انا كنت هوافق له يلعبها. هو وافقه وبعد كده حصل قرار ان رجع يعني تاني لمصر. لو الولد لعبها وهنا في مصر هيستفيد اكتر. لكن انا بقول لحضرتك ان ودي من عيوب على فكره البطوله العربيه، ان انا اللعيب ما بيلعبش في الدوري. يعني مميزات الاتحاد الافريقي لازم يلعب 3 اشهر في الدوري. دي ممكن بيجي من بيتهم على البطوله. على البطوله من اي نادي. خلينا نرجع يعني نتكلم على البطوله العربيه، لكن بكلمك على الدوري، على كره الطايره بصفه عامه. بصراحه كره الطايره في وقت من الاوقات كان فعلا زي ما حضرتك بتقول طالعه. ايه الاسباب؟ رحنا ليه للمنحدر ده مع ان عندنا نجوم، وشايف ان عندنا نجمات ونجوم كبار جدا 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 يقدروا يتواكبوا مع الاحداث الافريقيه. هو حضرتك اللي بيفرق الاداره هنا. الاداره ان هي تقدر توفر متطلبات النجاح للمنتخبات بتاعتها الوطنيه. نمره 1 اختيار الاجهزه الفنيه الملائمه. هكلمك حضرتك بصراحه. عندهم منتخب طلع رابع عالم بمدير فني وطني حسن الحصري. هو ده الانجاز الوحيد اللي حصل. وده طالع تاني افريقيا حضرتك. تاني افريقيا وربع العالم. ايوه يبقى احنا ربع العالم يا دكتور. ما هو بالظبط ده حاجه. ما هو ده، وفي واحد قبل كده كان خامس عالم وعندنا سادس عالم. حلو جدا برضو. حلو. الاولاد دول اللي هم البرومسنج اللي هنقدر نلعب بيهم نبني عليهم. اللي طلع رابع عالم ده يعني بح صوتنا ان حسن الحصري هو الاب الشرعي ليهم. يا اخوانا يمسك في الاخر لما هو مسك. فالحمد لله ربنا اكرمنا ان عندنا منتخب طالع رابع عالم. ده اكيد. يعني ده اللي هو نبني عليه مع الاولاد اللي تقول بقى عبد الرحمن سعودي ومع الولد. شايف ان الخامه موجوده؟ هشام شايف ان الخامه موجوده؟ الخامه موجوده. نجيب اللي هو الاجهزه الفنيه اللي تقدر تقود هذا الكلام وهيحصل الاحلال والتجديد. انما مش هنجيبهم ومفيش الخامه. الاجهزه الفنيه والاداريه تنجح اي عمل كافي. تنجح اي عمل. هتاخدني في سؤال يعني انا بجد السؤال ده محيرني كتير. مدير فني اجنبي ولا مدير فني وطني للمنتخبات المصريه بصفه عامه؟ ده ما عادش، ده كان زمان الكلام اللي حضرتك بتقوله. مدير فني اجنبي او وطني هو جهاز متكامل. كويس. بيبقى فيه مدير فني ومعاه واحد في الاعداد البدني. لا يعني اللي على راس القايمه دكتور فؤاد عبد السامي يفضل يكون مصري بالنسبه للطايره ولا مدير فني اجنبي؟ بصراحه شديده. ما هو المصريين دلوقتي قليلين جدا. كويس. اللي عندنا يعني بس لازم نعمل سبورت ليهم يا دكتور. ما هو زي كابتن ميدو مصلحي مثلا. ما هو بيتعارض مع النادي الاهلي.
يعني انت هنا لازم يسيب النادي الاهلي ويجي يشتغل وتديله حقه، وتجيب له بقى اللي انت بتديه للمدرب. لما تجيب للمدرب الاجنبي واحد اجنبي في الاعداد البدني كويس، لما تجيب له واحد اوبريتور اجنبي كويس، لما تجيب له اثنين مساعدين مصريين، لما تجيب له مدير اداري يقدر يجهزه، لما تعمل له البرنامج وتناقشوا فيه لما هو بيقدم البرنامج بتاعه الفني، انا عايز تدريبات عدد ساعات كذا ومتقسمه برنامج ليس زمني، برنامج فني، ويكون فيه مدير فني كويس بيناقشه ويتابعه اذا كان ده بيتنفذ ولا لا. طبعا دي حاجات مهمه جدا. ليه في مصر ما عندناش زي اوروبا والدول المتقدمه ان المدير الفني منتخب يمسك نادي ويخلص مرحله النادي ويخش على المنتخب وهكذا؟ ليه التعارض؟ حاجه ليه بتتعارض؟ لان مفيش تخطيط، البطولات بتتاجل. النهارده انا ماسك المنتخب الاقي جالي المواعيد اتغيرت، يعني عندنا مثلا البطوله العربيه فيها ليها ميعاد والبطوله الافريقيه ليها ميعاد، الدوري لازم يكون له ميعاد. مظبوط، كل دول المفروض يكونوا متخططين. وعندنا بطولات العالم لها مواعيد. الكلام ده الكالندر ده لو اتحط، انما اللي بيحصل ان بتحط الجدول وفي نفس الوقت بتنزل التاجيلات معاه اللي هي ازاي يعني، وما في وما بتقدرش تكلم حد وهو كده. طب ما هو ده اللي هنا التعارض. لكن ممكن قوي ان المدير الفني لو في نادي وما يعني ما يبقاش قلبه مع النادي ده وياخد انا اللعيبه عشان امرنها في المنتخب، لازم يبقى هنا في رقابه اداريه كويسه. لا، يبقى هنا في لجنه فنيه لاختيار اللاعبين الوطنيين ويدوهم للمدرب، ومره النادي ومره المنتخب. لو انا مكان المدرب اقول لك لا انا اللي اختار، ما هو هيختار. بس باللي بيحصل انه بيروح واخد 3-4 زياده كابتن علشان ايه؟ يعني جت على دول هسيبهم. طب اسالك سؤال بشكل مفيش، هسالك سؤال بشكل مختلف شويه. ليه في جيل في مصر كده في الرياضه، بتكلم على الالعاب الاخرى بصراحه مش هتكلم على الطايره بالذات، ليه لسه ما خدوش فرص؟ جيل من 40 ل 50 سنه اللي هو لسه مبطلين، يعتبر مش واخدين فرص في المنتخبات المصريه. ليه مش بندي الفرصه؟ ليه مش بندعم التدعيمه دي؟ لان في انتماءات، انا بحب فلان وبكره فلان، تمام، وان انا ده من الاهلي وده من الزمالك وده، ما بياخدش الكفاءه. وبعدين العلم لا يباع. حضرتك انا ما بتيجي دورات بره واقدر اساعد بيها مدرب وابنيه، هيجي يديني زي ما انا عايز. يعني ادي الاعداد والشهادات لمجموعه من المدربين لازم الاتحاد يتبناهم، مجموعه من المدربين بغض النظر عن انتماءاته. يعني لو واحد في اسكندريه، واحد في بورسعيد، واحد في الاسماعيليه، دول هيطلعوا لي من المحافظه دي كوادر جديده ولاعيبه جديده. سؤالين اخرين عشان الوقت بيجري بيا بسرعه مع حضرتك. روجيتا للكره الطايره في مصر؟ روجيتا سريعه، 1 2 3 الكره الطايره تروح في اتجاه الصحيح ليها، تقول ايه؟ هو طبعا انا بهني الدكتور سامح حمدي، ده ابن من ابناء النادي الاهلي والزمالك والترسانه، وفي نفس الوقت رئيس جهاز الكره الطايره في النادي الاهلي، يعني عنده انجازات كتير على ايده في النادي الاهلي برضه. عنده من الخبرات، هو والمجموعه اللي اللجنه الاولمبيه والوزاره اختارتها، ان هم يقدروا ينظموا الدوسيه كويس، سواء على المسابقات المحليه، سواء على الفرق الوطنيه. دول من الحاجات المهمه جدا جدا اللي هم يقدروا يعملوها ويرجعوا الاتحاد ان واقف على رجليه، ويقدروا بقى يعملوا اللائحه الصح اللي هو طبعا اللي هتقام عليها انتخابات في شهر 9. لا اللي هو يعني الثغره اللي بيقولوا ان انا كنت انا عاملها، ان انا ما يبقاش المدير التنفيذي والمدير المالي، انا ناقلها بيني وبينك. القدم كده كان برضو نفس ثروت كان موجود، هو اللي بيقوم بيها هو والمدير المالي. يعني في ثغرات كلنا وقعنا فيها، ما فيش مشكله لما يحصل لا يحاول يحصل فيها ثغره. لا بصراحه شديده مفيش حد، يعني هو مش لا تتصلح، مش كل حاجه مكتمله. دول فيها مجموعه من الاهلي ومجموعه من الزمالك، والمجموعه هنبعد عن انتماءات في اتحاد الطايره بالظبط، وعايزين يعني نبص لتيشيرت منتخب مصر. هو دوت لو هم عملوا كده هو ده النجاح. حضرتك توكلنا على الله، ربنا يكرم باذن الله. الاهلي قريب من اللقب السابع ليه في البطوله العربيه؟ لا
لا قريب جدا يعني قريب جدا. فؤاد نورتنا وشرفتنا. الله يخليك دايما بنستمتع معاك. الله يخليك يا كابتن بجد بجد كن دائما وابدا بستمتع مع الدكتور فؤاد عبد السلام بارائه وكلامه الجميل عن الكره الطايره لانها جزء مش جزء من حياته هي حياه دكتور فؤاد عبد السلام. دايما وابدا معانا نجوم وابطال وفي كل اللعبات استنونا دايما يوم الاثنين والاربع في العاب الصالات. شكرا والى اللقاء.